بسم الله الرحمن الرحيم. والنهاردة معانا فيديو جديد وانبوكسنج جديد لموبايل برضو جديد نازل في شهر 5 2020، طبعا السلسلة الأشهر على الإطلاق في الفئة المتوسطة، سلسلة الريدمي نوت من شاومي. النهاردة معانا الريدمي نوت 9S. طبعا ناس كتير عملت فيديوهات عن الموبايل ده وعملت انبوكسنج ومراجعات. الجديد النهاردة في الفيديو يا جماعة عشان خاطر هبقى بقدم لكم حاجات جديدة. النهاردة معانا لونين، اللون الأبيض واللون الأزرق، هنستعرض اللونين مع بعض. والجديد برضو كمان تاني حاجة إن الموبايل ده في البري أوردر الأولاني كان نازل بهدية، الهدية دي هي المي باند زي ما انتم شايفين. برضو هنستعرض الهدية اللي كانت مع الموبايل في البري أوردر. طبعا الفيديو زي ما انتم عارفين بنقسمه لأربع أقسام. أول حاجة الانبوكسنج ومحتويات العلبة، بعد كده مواصفات الموبايل، بعد كده بنشوف المميزات والعيوب، وبسم الله نتوكل على الله ونبدأ بالانبوكسنج للموبايل. الموبايل زي ما انتم شايفين يا جماعة متبرشم، هنفتحه مع بعض على الهواء مباشرة. طبعا انا في تلات حاجات او اربع حاجات انا متحمس ليها في الموبايل ده صراحة. الحاجات اللي انا متحمس او ان انا متحمس ليها وانا بفتح الموبايل ده معاكم، طبعا انا اول مرة اجرب موبايل من شاومي بشاشة كبيرة 6.7 انش. دي اول حاجة. تاني حاجة اول مرة برضو اجرب، هنا في شهادة الضمان، اول مرة اجرب برضو من شاومي بصمة من الجنب. دايما موبايلات شاومي البصمة بتبقى يا على الشاشة يا على الظهر، المرة دي البصمة في الجنب. دي حاجة برضو جديدة، هنعمل كده انبوكسنج. شوف العلبة اللي هي نازلة بالهدية دي، بسم الله الرحمن الرحيم. دي كرتونة عادية كده مفيهاش حاجة. هنا دي البند الهدية، نرجع لها بعدين. وده الموبايل يا جماعة. طبعا زي ما عند حضراتكم عارفين عندنا هنا اللون الأبيض وهنا اللون الأزرق. هنكمل انبوكسنج للموبايل. طبعا لو عايزين تشوفوا البند او الهدية اللي نازلة مع الموبايل، دي الهدية يا شباب زي ما انتم شايفين، دي بند مي بند 3. طبعا حاجة محترمة جدا من شاومي. ان شاء الله في نهاية الفيديو احاول ان انا اوريكم الهدية دي. نخش بعد كده على الموبايل. الحاجات اللي انا متحمس لها زي ما قلت لكم حجم الشاشة الكبير اللي انا الصراحة بفضله جدا، البصمة اللي على الجنب، البطارية الكبيرة. طبعا اول مرة برضو اجرب موبايل من شاومي في الثقب ده او الخرم زي ما بيقولوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللون الابيض. ده اللون الابيض يا شباب. واو، الموبايل بيقولوا حجم كبير لكن الصراحة انا شايف ان هو حاجة بريميوم يعني، وحاجة كويسة جدا. محتويات العلبة زي ما انتم شايفين هنا، في هنا كفر من البلاستيك والورق. طبعا خلاص كلنا حفظنا محتويات العلبة لكل الشركات. وطبعا كالعادة شاومي ما بتحطش سماعات للناس اللي هتسأل على السماعات. عندنا هنا الشاحن ووصلة الشاحن التايب سي. محتويات العلبة دي كانت محتويات العلبة. وعندنا هنا الموبايل باللون الأبيض. على فكرة يا جماعة اللون الأبيض ده نادر شوية. ده شكل الموبايل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرضو من الحاجات اللي انا متحمس ليها برضو البطارية. بطارية كبيرة هنا 5000 وشوية فكة كده، حاجة محترمة الصراحة. وبرضو الاداء عندنا معالج جديد في الفئة. او ماي جاش، شايفين يا جماعة شكل الظهر بتاع ده اللون الابيض. بس
صراحة موبايل شكله بريميوم، وهنا طبعا الموبايل الخامات والماتيريال مصنوعة من الإزاز. طبعا في الفئة السعرية دي أغلب المنافسين موبايلاتهم مصنوعة من البلاستيك، لكن هنا عندك موبايل مصنوع من الإزاز وكمان محمي بطبقة حماية كورنينج غوريلا جلاس 5. هنا معانا اللون الثاني، اللون الأزرق، عشان أوريكم اللونين كده مع بعض على الهواء مباشرة. ده اللونين يا جماعة، اللون الأزرق واللون الأبيض. طبعا هو اللون الأزرق الصراحة شايف إن هو أجمد سيكا زي ما انتم شايفين. اللون الأزرق اللي هو على الشمال ده الصراحة شايف إن هو أفخم نوعا ما. يمكن الأبيض ده مش بيبصم، ما بيبانش فيه البصمات، لكن اللون الأزرق الصراحة شايف إن هو بيدي انعكاسات أقوى، ودي الصراحة حاجة حلوة جدا في الفئة السعرية دي. مواصفات الموبايل ده، أول حاجة عندنا هنا شاشة 6.7 إنش تقريبا فول اتش دي بلس، بكثافة بكسلات 395 بكسل لكل انش. الصراحة شاشة محترمة جدا بالترند بتاع 2020 اللي هو الثقب او الخرم زي ما انتوا عايزين تسموه. وعندنا كمان، ثواني يا جماعة نجيب اللغة العربية، راحت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فين اللغة العربية يا شباب؟ حد شايف؟ ايوه سوري. عندنا برضو بطارية 5000 وشوية فكة زي ما احنا قلنا كده. عندنا أداء ممتاز جدا بمعالج من سناب دراجون اللي هو ال 720 جي. طبعا المعالج ده موجود في موبايلات ب 5000 وب 6000 جنيه، إن شاومي تحطه في موبايل ب 3000 وشوية ده الصراحة حاجة هتقلب الموازين في عالم التكنولوجيا على ما أعتقد. يعني كل الشركات بعد كده هتبتدي تحط معالجات قوية في الفئة السعرية دي. عندنا برضو كاميرات، أربع كاميرات خلفية. الكاميرا الأساسية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والكاميرا التانية دي كاميرا واسعة اللي هي الوايد أنجل بفتحة عدسة 2.2، كاميرا 8 ميجا بكسل. والكاميرا التالتة دي كاميرا مايكرو 5 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة دي كاميرا 2 ميجا بكسل للبورتريه. والثقب هنا يا شباب ده طبعا جواه كاميرا 16 ميجا بكسل. دي كانت الكاميرات. النسخة اللي معايا النهاردة هي بمساحة داخلية 64 جيجا بايت ورامات 4 جيجا. دي كانت مواصفات الموبايل. طبعا هننزل بس كده شوية تطبيقات على شوية ألعاب على شوية حبشتكنات كده، نجرب الموبايل على السريع ونرجع نعمل له كده كام تيست وكام اختبار. وبعد تجربة قصيرة للموبايل اللي معانا ريدمي نوت 9S نخش بعد كده على المميزات. وأول ميزة يا جماعة هتقابلنا هنا هي الشاشة. الشاشة 6.7 إنش فول اتش دي بترند الجديد اللي هو الثقب او الخرم. صراحة شاشة ممتازة جدا في الفئة السعرية دي، حاجة صراحة عجبتني. وحجم الشاشة بالنسبة لي انا شايفه ان هو حجم محترم. لو عايزين تعرفوا يا جماعة عن ايه الفرق، شايفين الفرق الشاشة 6.7 إنش من الشاشة 6.2 إنش. الشاشة الكبيرة هنا صراحة انا شايف انها اجمد. اول ميزه في الموبايل ده هي الشاشه. تاني حاجه الخامات والماتيريال بتاعت الموبايل. الصراحه الموبايل بريميوم وتقيل كده في الايد، وزنه حوالي 209 جرام، وزن كبير. تالت ميزه هنا الصراحه البطاريه. البطاريه هنا 5020 ملي امبير بمدخل شحن سريع بمدخل شحن تايب سي. صراحه بطاريه
محترمة جدا. الكاميرات جربتها الصراحة، كاميرات ممتازة، الصور فيها حلوة، وخاصة في الإضاءة العالية بتديك أداء ممتاز جدا. الأداء هنا برضو هنرجع له، نزلت لعبة ببجي، هنعمل شوية اختبارات للأداء. الصوت ممكن نجرب الصوت دلوقتي مع بعض. سوري يا جماعة، الأغنية خدتني. طبعا زي ما انتوا سامعين الصوت جميل جدا وممتاز جدا وعالي ونقي. دي الصراحة حاجة ممتازة. الأداء الصراحة، المعالج السناب دراجون 720 جي الصراحة مبهر. كان السنة اللي فاتت الريدمي نوت 8 كان بينزل بالسناب دراجون 665، كان أداؤه صراحة عادي جدا أو ضعيف عامة. لكن أنا دلوقتي هو بشغل معاكم لعبة ببجي، الصراحة الموبايل بيدينا أداء ممتاز جدا. معالج زي ما قلت لحضراتكم بيجي في موبايلات ب5000 وب6000 جنيه، محطوط النهاردة في موبايل ب3300 جنيه. الصراحة حاجة ممتازة جدا. هنعمل تجربة مثلا لببجي ونشوف حتى الإعدادات بتاعة اللعبة مع بعض. فكلها دي مميزات صراحة. عندك الشاشة، الخامات والماتيريال، البطارية، واخدين بالكم حضراتكم كده اللعبة شغالة الصراحة، ولا تقطيع ولا المعالج. الرسوميات كمان هنا الصراحة شكله كويس برضو. اللعبة شغالة على دقة عالية. كان السناب دراجون 665 بيشغلها على دقة متوسطة، لكن هنا الدقة عالية. وطبعا زي ما انتم شايفين اللعبة شغالة ممتازة جدا. كلها دي مميزات يا جماعة. عندك شاشة وماتريال، عندك بطارية، عندك كاميرات، عندك مكان البصمة اللي هو انا شايف ان هو روش جدا على شمال الموبايل. عندك شوية حبشتكنات كده بتحطهم شاومي، الانفراريد اللي محطوط هنا ان انت تشغل الموبايل كريموت. عندك هنا مدخل 3.5 برضو لسه موجود. عندك شوية مستشعرات، اغلب المستشعرات كلها موجودة. فالصراحة خلطة ممتازة جدا، وشاومي ما بخلتش على مستخدمين الفئة المتوسطة انها تنزل لهم او تديهم موبايل ممتاز جدا بسعر منافس جدا. طبعا الموبايل بالنسبة للعيوب انا ما شايفش عيوب كقيمة مقابل المال. الموبايل ممتاز جدا يا جماعة، وانصح اي حد ان هو يشتريه الى اشعار اخر ان نزل حاجة احسن. طبعا هننزل هنطلع فيديو وهنقول ان في حاجة احسن منه، لكن في الوقت الحالي انا شايف ان الموبايل ده يكتسح، طبعا زي ما بيعمل كل سنة، يكتسح الفئة المتوسطة، يكتسح فئة 3000 جنيه. مفيش أي موبايل تاني بيديك الإمكانيات دي. إن شاء الله بإذن الله هنعمل مقارنة ما بينه
وما بين السامسونج الام 31. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايكات يا جماعة، عشان خاطر ان شاء الله هعمل لكم مقارنة ما بين الشاومي ريدمي نوت 9S وبين السامسونج ان شاء الله الام 31. ده كان فيديو مختصر جدا عن الموبايل اللي معانا النهاردة. اتمنى الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، فيديو بسيط كده ومختصر. ان كنتوا وصلتوا للمرحلة دي في الفيديو فشكرا جزيلا جزيلا ليكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.